مساء الخير والمحبة مشاهدينا الأحبة، أهلا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم من عمان وإطلالة أخرى بمواضيع مختلفة ومستجدة. نحتفي بهذه الإنجازات بالعطاءات بالحراك الذي يحدث في شتى مناطق ومحافظات السلطنة. في حلقة اليوم راح تكون بإذن الله غنية وأيضا ثرية بالموضوعات والمحطات. راح نبدأها بإذن الله مع الملتقى السنوي للباحثين في النسخة الثالثة، تظاهرة علمية كبرى يجتمع فيها أكثر من 400 باحث ومبتكر وعالم بالسلطنة. وأيضا رح نتكلم عن الجائزة الوطنية للبحث العلمي وكيف تسهم هذه الجائزة في رفع جودة المخرجات البحثية في السلطنة وأيضا إبراز دور الباحث في السلطنة في مجالات مختلفة. أما العنوان الثاني مشاهدينا راح يكون عن أسبوع الفضاء العالمي وكيف احتفلت السلطنة في هذا الأسبوع من خلال مجموعة من الفعاليات تقوم بها الجمعية العمانية الفلكية. أيضا في حلقة اليوم راح نتعرف على قانون العمل وحقوق وواجبات العامل وصاحب العمل من خلال الفقرة القانونية، كيف ينظم هذا القانون العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل ويحفظ حقوقه أيضا ويؤكد على واجباته. أما المحطة الأخيرة ستكون مع المخرج الكويتي يعرب رحمة وحديث متكامل عن مشواره الفني الذي امتد 13 سنة. إذن مواضيع مختلفة لا تحلو أيضا هذه المساحة المسائية إلا بكم ومعكم، فمتابعة طيبة نتمناها لكم حتى تمام العاشرة. مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام وحياكم الله معانا في هذا البرنامج السياحي الجديد وجهة. وجهة برنامج بيعرف المشاهد الكريم بالمواقع السياحية على مستوى السلطنة. وجهتنا اليوم بتكون سوق مطرح، بنتعرف عليه وعلى تفاصيله، ولكن قبل ما ندخل السوق بنتعرف على مرافق متواجدة في هذه الولاية الجميلة. تابعونا. تحية لكم أحبتنا، تحية لكل من ينضم لمتابعة برنامج من عمان. من الأمور الجميلة اللي استجدت اليوم هي حصول برنامج وجهة على الجائزة الذهبية في المسابقة البرامجية السنوية التي ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية. عموما برنامج وجهة هو أحد البرامج التي بثت في الدورات البرامجية السابقة على تلفزيون سلطنة عمان، تقديم الزميل عبد الله السباح وإعداد سلطان الحسني وإخراج محمود الريامي، إنجاز يحسب لهم أيضا طاقم برنامج وجهة. برنامج وجهة كان يعنى أيضا بتسويق السياحي للسلطنة من خلال عرض مقومات سياحية، مناظر خلابة بطريقة عودنا دائما عليها السباح، نمط شبابي مختلف. نقول مساء الخير يا عبد الله، مبارك لكم أيضا هذا الإنجاز. مساء الخير لكل مشاهدين تلفزيون سلطنة عمان، خبر كثير أسعدني. صحيح. زي ما أتوقع أسعد كل العاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. نعم.
استقبلت الخبر طبعا كرسالة أولى وصلتني كان من الزميل الأستاذ إبراهيم السالمي، وبشرنا بخبر حصولنا على الجائزة الذهبية، والحمد لله الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله ما شاء الله، يعني إن كان هذا الإنجاز ينم على شيء، ينم على روعة ما قدمته وعلى الجهود المتكاملة. حدثنا عبد الله عن أبرز ما حدث في هذا البرنامج، عن أيضا أكيد هناك مواقف كثيرة في طيات هذا البرنامج، خبرنا عن تجربتك في هذا البرنامج. يعني هو ممكن الدرجة الأولى ممكن كلمة حق هنا أخص فيها مصور اللي كان معنا الصديق والعزيز، أنا أعتبر أستاذ في عملية التصوير، حامد باعمر أبو أحمد، قدم له ألف تحية لأن من خلال الكاميرا التقط لنا أجمل نقدر نقول الزوايا التصويرية لأي موقع سياحي. طبعا صديقي وعزيزي محمود الريامي، الشباب كلهم اجتهدون هم يقدمون أجمل صورة. ممكن الرسالة الحلوة اللي من خلال البرنامج أن السلطنة فيها مقومات سياحية رائعة، ولكل موسم له امتيازاته الخاصة، إن كان في الصيف في عندنا أجواء خاصة بالصيف، إن كان في الشتاء في مواقع خاصة للشتاء. فالحمد لله يعني قدرنا بقدر الإمكان من خلال دقائق خاصة بمعدل وقت البرنامج أن نرصد مادة تسعد المشاهد إن كان من داخل أو خارج السلطنة، والتأكيد التتويج اللي صار اليوم بحصولنا على الذهبية، وهذا يؤكد أن عملنا ما ضاع كذا إلا الله سبحانه وتعالى قدر جهودنا، والحمد لله كل لك بالنجاح وجهود مباركة أيضا لكم في ذلك. احنا نشكرك جدا وفخورين دائما بكم في مختلف المحافل، دائما عمان في رفعة في تقدم بفضل أيضا أبنائها. نشكرك الزميل عبد الله السباح، وأيضا نبارك لكم من جديد هذا الإنجاز، برنامج وجهة يحصد الجائزة الذهبية في المسابقة البرامجية السنوية التي ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية. مشاهدينا طبعا يصادف اليوم 5 أكتوبر اليوم العالمي للمعلمين. طبعا هذا اليوم دائما يحاول العالم في إيجاد بيئة داعمة للمعلم، للبيئة التعليمية وأيضا للطالب للطلاب. نحن نقول دائما في هذا اليوم نقدم الشكر والامتنان لكل معلم. نشاهد أيضا في التقرير التالي حياة أو ملامح من حياة هذا الملهم، الملهم الأول في حياة كل منا. نشاهد معا. المعلم هو الملهم الأول الذي ندين له بما نصل إليه من مناصب ومراتب، وهو أول من أشعل جذوة الشغف بالمعرفة ليغرس الدهشة في عقول الطلاب ويدفعهم نحو تحقيق أهدافهم متسلحين بالمثل العليا والأخلاق الحميدة التي ترسو على شطآن العلوم والمعارف. في 5 أكتوبر من كل عام يحتفل العالم بالمعلمين بتخصيص هذا اليوم لتكريمهم والتأكيد على الدور المنوط بهم. سنعلم أبناءنا ولو تحت ظل شجرة، جاءت هذه الكلمات من النطق السامي للمعلم الأول جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، لتكون دلالة رمزية على ضرورة المسارعة للبدء بالنهل من بحور العلم والمعرفة وترك الذرائع لعدم توفر كافة المتطلبات العملية التعليمية في 70s. ولذلك يعد قطاع التعليم معياراً تقاس به نهضة الأمم وتقدمها، وأحد حقول الاستثمار الأمثل في الإنسان الذي يعود على المجتمعات بالتطور والارتقاء، ومن أهم الركائز الأساسية في الدول الحديثة. ولأن التعليم لا يقتصر على اكتناز المعرفة بل يتخطى ذلك ليصبح منظومة متكاملة تغرس القيم وترسخ المبادئ ليثمر فكرا وحضارة. من هنا كانت هذه المهمة الشاقة تقع على عاتق المعلم الذي يقود أجيالا نحو الغد المشرق. الاحتفاء بالمعلم ومكانته الجليلة حدث لا يقتصر على يوم واحد كل عام، بل هو احتفاء في كل يوم عبر ما نطرزه في جبين حياتنا من إنجازات وأهداف.
بكم أحبتنا ومساء رائع تقضون برفقتنا في حلقة اليوم من برنامجكم من عمان. في المحطة الأولى نتعرف على الملتقى السنوي أو الملتقى السنوي للباحثين، هذا الملتقى الذي يأتي لنشر ثقافة البحث العلمي وأيضا تطوير الباحثين من خلال سلسلة من الفعاليات لعل أهمها الجائزة الوطنية للبحث العلمي. تفاصيل أكثر حول هذا الملتقى برفقة الدكتور سيف بن عبد الله الهدابي الأمين العام المساعد للبرامج والبحوث العلمية بمجلس البحث العلمي. أهلا دكتور سيف. أهلا نورتنا. وأيضا ضيف آخر حاصل أيضا على جائزة اليوم ضمن الجائزة الوطنية للبحث العلمي الدكتور حيدر بن علي اللواتي، أستاذ مشارك في قسم الكيمياء كلية العلوم بجامعة السلطان قابوس. مساء الخير دكتور حيدر. حياك، مساء النور. دكتور سيف، قبل الحديث عن هذا الملتقى نريد أن نعرف أهمية هذا الملتقى للباحثين المهتمين بمجال البحث العلمي في السلطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الملتقى هذا هدفه الأول هو حقيقة يعني تجميع الباحثين تحت مظلة واحدة. نعم. من أجل خلق روابط يعني فيما بينهم. البحوث أصبحت الحين بحوث يعني تشاركية وليست بحوث فقط فردية. نعم. فأيضا يهدف الملتقى إلى تعريف المجتمع بمخرجات الباحثين البحوث التي قدموها أو التي مولها مجلس البحث العلمي، كما أيضا يتطرق الملتقى إلى يعني تعريف الباحثين بالجهات التي ممكن تستفيد من هذه البحوث يعني المختلفة. كذلك أيضا هي فرصة لتعريف الباحثين الناشئين بالباحثين ذوي الخبرة في هذا المجال، وخاصة هم طلاب الماجستير وطلاب الدكتوراه، وكذلك يعني الطلاب اللي هم في الدراسة الجامعية المتقدمة الذين يرغبون في إكمال دراساتهم، فرصة لهم أنهم يتعرفوا على نوعية البحوث التي ممكن يتطرقوا إليها في الدراسات العليا. كذلك أيضا يتضمن الملتقى يعني إمكانية تحويل مخرجات هذه البحوث إلى قطاع الأعمال أو إلى السوق من خلال تعريف الباحثين بالمؤسسات التي ممكن تدعم هذه المخرجات وتحويلها إلى مؤسسات صغيرة أو متوسطة. نعم. يعني هذا بصورة عامة تقريبا. نعم. يعني بشكل عام راح يسهم ويضيف أيضا في الساحة البحثية العمانية. طبعا دكتور حيدر نحن نبارك لك الإنجاز اليوم والجائزة ضمن الجائزة الوطنية للبحث العلمي، نبارك لك. شكرا. ألف مبروك. شكرا جزيلا. تسلمون. شكرا. حدثنا عن المشروع اللي شارك به في هذه الجائزة. يعني المشروع هو طريقة مبتكرة. نعم. معتمدة على ما يعرف بتقنية مختبر في رقاقة واستخدام كاشف يعرف بالتضوء الكيميائي. نعم. للكشف عن مركبات مضادات الأكسدة في العسل وفي بقية المنتجات، لكن التركيز كان في هذه الدراسة على العسل بشكل أساسي. نعرف إن شاء الله تباعا عن تفاصيل هذا المشروع. قبل ذلك خبرنا دكتور سيف عن عدد الفائزين اليوم في الجائزة الوطنية وأيضا عن الجائزة الوطنية للبحث العلمي وكيف تسهم في رفع مخرجات البحث العلمي في السلطنة. طبعا هي الجائزة الوطنية هي حقيقة أحد البرامج اللي التشجيعية اللي تشجع المجهدين. نعم. في مجال البحث العلمي، وهي حقيقة موجودة في فئتين، الفئة الأولى للباحثين من حملة الدكتوراه والفئة الثانية للباحثين الناشئين من غير حملة الدكتوراه. طبعا القطاعات التي يعني تهتم بها الجائزة هي حوالي 6 قطاعات: قطاع الصحة وخدمة المجتمع، البحوث المعنية بالصحة وخدمة المجتمع، وكذلك أيضا قطاع الطاقة والصناعة، وكذلك قطاع البيئة والموارد الحيوية. نعم. وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك قطاع التعليم والموارد البشرية، ومن ثم أيضا هناك قطاع الثقافة والعلوم الأساسية والاجتماعية. هذه هي المظلة التي تحتها هذه الجائزة الوطنية للبحث العلمي. الهدف طبعا هو منها أن هذه البحوث تكون لها علاقة بالتحديات التي تواجه السلطنة. نعم. فإذا كان البحث هذا سواء كان ممول من مجلس البحث العلمي أو من خارج مجلس البحث العلمي، ليس بالضرورة أنه يكون ممول من داخل المجلس، لكنه حقيقة يناقش قضية أو تحدي
ما يهم السلطنة في مجالات التنمية ممكن أن يدخل تحت نطاق الجائزة الوطنية للبحوث. فهذا أيضا مش لازم يكون الباحث من داخل السلطنة، فإذا كان أيضا الباحث حتى من خارج السلطنة لكنه بحث يناقش قضية داخل السلطنة ومخرجات هذا البحث هي فيها من شيء من الآليات أو التي ممكن يستفاد منها في التحدي هذا، هذا هو في مظلة. والأجمل يعني دكتور لاحظ في مرونة أيضا في الشروط الموجودة ضمن الجائزة ويكون تسهيل أيضا للباحثين المهتمين بهذا المجال. نعم. احنا نشكركم على ذلك. عموما حدثنا أيضا دكتور حيدر ذكر مضادات الأكسدة في العسل، مؤكد هناك دراسات تمهيدية سبقت أيضا عمل هذا المشروع، حدثنا عنها وحدثنا عن طرق التحليل المبتكرة استخدمتها أيضا في تحديد مضادات الأكسدة في العسل. طبعا في البداية الباحث عادة يرجع إلى ما هو موجود في المجلات العلمية وهو منشور، فهذه أول خطوة دائما الباحث يقوم بها حتى يشوف إيش توصلوا إليه وين ما هي الخطوات اللي ما موجودة يعني. فهذه كانت أول خطوة قمنا بها وشفنا أنه هناك طبعا اهتمام كبير في مضادات الأكسدة لأهميتها الآن في دراسات كثيرة تقول أن لها يعني دور إيجابي في الصحة عموما يعني. فشفنا فيه اهتمام كبير وأيضا أنه في مضادات أكسدة في العسل، لكن أيضا لاحظنا أنه ما في دراسات يعني تقريبا ما شاهدنا دراسات مكثفة عن مضادات الأكسدة في العسل العماني بالذات، بينما في يعني دراسات في العسل لكن من دول أخرى لكن ما على العسل العماني. نعرف أن إنتاج العسل في عمان تقريبا يصل إلى 500,000 كيلوغرام في السنة. نعم دكتور، مضادات العسل تختلف من عسل إلى آخر؟ مضادات الأكسدة النوع نفسه اللي هو مركبات تعرف بالبوليفينولز أو الفينوليك أسيدز، لكن الكمية تختلف من صنف إلى آخر، يعني هذا اللي شاهدناه من خلال البحث يعني. نعم جميل. حدثنا أيضا دكتور سيف راح يكون هناك فعاليات أو كان اليوم فعاليات ضمن الملتقى السنوي للباحثين، حدثنا عن المعرض ضم 40 مشروع. نعم طبعا كان من ضمن الملتقى السنوي للباحثين أنه هناك في ثلاث فئات حقيقة من البحوث التي استعرضت اليوم، حوالي يمكن 42 مشروع بحثي ما زال جاري العمل عليه، لكن هذه البحوث طبعا بدأت تعطي نتائج إيجابية في هذا الجانب، فطلبنا من الباحثين في هذا الجانب استعراض بحوثهم على هيئة ملصقات. كذلك يعني في بحوث حوالي 32 بحث علمي تم تمويله من مجلس البحث العلمي تم إكماله وتسليم تقاريره النهائية، فاستعرضت هذه البحوث اليوم في جلسات متزامنة بحيث أنه ممكن يستفاد من مخرجاتها في المجالات التنموية للسلطنة. كذلك أيضا كانت في جزئية بحوث الطلاب، كانت هناك حوالي 6 بحوث طلابية تم اختيارها من أفضل البحوث حوالي من 254 بحث لاستعراضها حقيقة على هيئة ملصقات. كذلك شاركت حقيقة أيضا الجامعات التي دخلت في المسابقة الوطنية أو المسابقة البيوت الصديقة للبيئة، فاستعرضوا أيضا هذه البيوت أمام الباحثين والتقنيات التي تستخدم في هذا المجال. يعني حتى المعرض جميل لي يعني الواحد يسوق عن ذاته، يسوق طبعا عن مهاراته طبعا وعن بحوثه وأفكاره. حدثنا أيضا ذكرت في حديث الدكتور سيف أن هناك جلسات حوار أو جلسات متزامنة مع الملتقى، ما أبرز المحاور طرقتم إليها في هذه الجلسات؟ هي ركزت حقيقة هذه المحاور، أول شيء ما كانت هناك فرصة في حفل الافتتاح ربما لاستعراض البحوث الفائزة بالجائزة الوطنية. نعم. فمعظم البحوث اللي فازت اليوم في الجائزة الوطنية تم تقديم عرض شفوي من قبل الفائزين في هذه الجلسات المتزامنة. بالإضافة إلى ذلك طبعا استعراض البحوث التي أكملت يعني من تمويلها من مجلس البحث العلمي، فهي أيضا موجودة في 6 قطاعات، يعني القطاعات اللي ذكرتها الطاقة والصناعة، البيئة والموارد الحيوية، التعليم والموارد البشرية، أيضا قطاع الثقافة والعلوم الاجتماعية والأساسية والصحة وخدمة المجتمع وقطاع الاتصالات ونظم المعلومات. فهي حقيقة تحول هذه 6 قطاعات اللي تهم حقيقة القطاعات يعني اللي تهم الأهداف التنموية في السلطنة. نعم نعود إليك دكتور حيدر، يعني أثمرت جهودكم في المشروع عن وجود تقنية جديدة مختبرات في رقاقة، كيف تم توظيفها في بحثكم؟ طبعا التقنية موجودة. نعم. احنا ما اللي يعني مستجد اكتشفناها، انما هي نعم تقنية موجودة لكن استخدامها
في هذا النوع من الأبحاث يعتبر جديد؟ يعتبر جديد نوعا ما. فاحنا استخدمنا هذه التقنية، طبعا هي تقنية تعتبر تقنية حديثة نسبيا وصديقة للبيئة أيضا. كميات المواد الكيميائية التي استخدمها تكون جدا بسيطة، فبالتالي لها إيجابيات كثيرة، ممكن تنقلها أيضا، النقل فيها سهل جدا يعني. فهذه بعض إيجابياتها احنا استخدمناها لهذا الغرض يعني. كيف تم توظيفها في مشروعكم؟ يعني هي خلينا نقول كل البحث، كل العملية الكيميائية تتم داخل هذه الشريحة. نعم. شريحة مختبر فيرقة، طبعا الشريحة ما تتجاوز يعني عود، شايف الكبريت. نعم. هي جدا صغيرة، بس كل عملية الكيميائية، كل عملية التفاعلات الكيميائية، كل العملية تتم في ضمن هذه الشريحة. دكتور يعني. حيدر، ما أهمية مثل هذه البحوث في إرساء قاعدة علمية في السلطنة؟ هذه البحوث الحقيقة لها جزئيتين. أولا طبعا تنمية المعرفة البشرية، يعني البحث العلمي عادة له بعد أساسي وهو أهم بعد في الحقيقة، وهو تنمية المعرفة البشرية. يعني هو ما له فقط علاقة بالسلطنة، وإنما على مستوى البشرية البحث تأتي قيمته من المعرفة اللي ينتجها. فهذه شيء مهم جدا نعرفه، أنه في البحث العلمي النقطة الهامة هي المعرفة التي تنتج من البحث. طبعا البحث اللي له صلة بالواقع يكون له منتج آخر، وهو المنتج اللي نسميه احنا مثلا له تطبيق عملي في الواقع، مثل ما مثلا هذا البحث له تطبيق عملي في انه يساعد في عملية تحليل تحديد مضادات الأكسدة في العسل مثلا. نعم جميل. دكتور سيف، اعود اليك ايضا من جديد، حدثنا عن تفاعل اليوم في جانب البحث العلمي، يعني ماذا نقول لمستقبل البحث العلمي في السلطنة؟ أكيد التمست شيء من خلال الجلسات، من خلال المشاريع، أيضا من خلال المشاركات اللي قدمت في جائزة الوطنية. هو حقيقة يعني هناك حراك بحثي. نعم. جميل في السلطنة، هناك حب لإجراء البحوث التطبيقية لإيجاد حلول للتحديات والمشاكل الوطنية. نعم. هذه شفناها على مختلف المستويات، شفناها في على مستوى الطلاب وهذا فعلا يبشر بالخير، شفناها على مستوى الباحثين الناشئين، شفناها على مستوى أيضا الباحثين اللي هم ذوي الخبرة في هذا الجانب. هي ضرورة وذات أهمية، لأنه البحث العلمي والابتكار. صحيح. هو مور الآخر، هي صناعة المعرفة، وصناعة المعرفة ثروة يعني كبيرة لا تقدر بثمن، تستطيع الدول الاعتماد عليها، يعني ثروة العقل هي من أكبر الثروات. فهذا ما نطمح إليه، يعني احنا نشجع الباحثين، البرامج البحثية اللي يقدمها مجلس البحث العلمي. صحيح. تخدم هذه المسيرة حقيقة، مسيرة صناعة المعرفة، صناعة خلينا نقول تنويع الاقتصادي. صحيح. وعدم الاعتماد على المورد واحد فقط يعني، ولكن الاعتماد على مورد العلم والمعرفة يعني، ورفع القدرات الابتكارية للسلطنة من خلال هذه البرامج المختلفة في مجلس البحث العلمي. فإن شاء الله تعالى المستقبل يبشر بالخير. وأيضا هذه الجهود يعني ربما تعكس إيمان هذه المؤسسات المشاركة أيضا معكم في أهمية البحث العلمي أيضا في التنويع الاقتصادي كما ذكرت دكتور سيف. أعود إليك قبل الختام دكتور حيدر، وأسألك عن أهمية هذه الجائزة بالنسبة إليكم كباحثين، وجود جائزة تعنى بقطاع البحث العلمي في السلطنة. طبعا هذه جائزة محفزة بشكل كبير جدا. الجائزة الوطنية طبعا نوع التحدي فيها يكون مختلف، ما تفضل دكتور سيف، أنه أنت مو فقط تسوي بحث لإثراء المعرفة البشرية، وإنما يحتاج تسوي بحث تحدي أيضا موجود. في تحدي في شيء اللي هو يرتبط بوطنك، ففيه يعني بعد آخر من التحدي. كذلك يعطيك فرصة أنك أنت تشوف مستواك بالنسبة، تدخل في روح المنافسة وتشوف كيف مستويات الموجودة يعني. نعم. فحصولك على جائزة يعطيك انطباع أنه كيف على مستوى السلطنة. صحيح. يعني أنت من المنافسين خلينا نقول في هذا المجال. نبارك لك من جديد، إنجازات قادمة بإذن الله على المستوى العالمي بإذن الله قريبا. احنا نشكركم جدا دكتور سيف بن عبد الله الهدابي، الأمين العام المساعد للبرامج والبحوث العلمية بمجلس البحث العلمي، جهود مباركة في ذلك. وأيضا الشكر موصول لك دكتور حيدر بن علي اللواتي، أستاذ مشارك في كلية العلوم بجامعة السلطان قابوس، شكرا لك. شكرا.
وأنتم مشاهدين أيضا على موعد في التقرير التالي عن جدائل خضراء من جمال هذا الجمال الذي يعكس أيضا اهتمام السلطنة بالزراعة والحقول الزراعية. نستمتع معا بهذا التقرير ثم لنا عودة للمحطة الثانية. بعد أن كان متمسكاً بالزراعة التقليدية، ها هو المزارع حمدون البوصافي يحقق نجاحاً في الزراعة الحديثة عن طريق البيوت المحمية الزراعية، حيث كانت بدايته بسيطة عند تجربته لهذه الطريقة في الزراعة، وأصبح اليوم يمارس مهنة الزراعة في 10 بيوت محمية. الحمد لله، الحقيقة خير 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 خير، نعمة من الله سبحانه وتعالى. طبعا انت بتحصل لك بتفتك اول فتكه 35 كرتون، ولو رحت للسوق حصلت السوق ريالين، فبتطلع كم؟ 70 ريال من 35، فمعناته يوم ورا يوم 70 ريال. انت ممكن نكون احنا مثلا في نهايه المحصول هذه المحميه من بدايتها لنهايتها ممكن نكون 1500 ريال فعلا. طبعا 1500 ريال هذه طبعا مصلحه، خلي المصاريف 500 ريال، 1000 ريال هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، معناتك أنت ما طالما عندك 8 بيوت تحصل 8000، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى من الزراعة. ما أن تلقي الشمس بياضها الصباحي بين هذه الجبال الشامخة والمنحدرات المحيطة بمزارع قرية صومحان، حتى يبدأ البوصافي رحلته اليومية مع هذه البيوت المحمية في متابعة المزروعات بداخلها والعناية بها. زراعة الخيار هو أكثر المحاصيل الزراعية انتشاراً في هذه البيوت المحمية طوال العام، إضافة إلى محاصيل أخرى مثل الطماطم والفلفل والباذنجان وغيرها من المحاصيل الموسمية. نزرع الخيار ونزرع الفلفل ونزرع الطماط، ولكن في موسم الصيف أكثر شيء نركز على الخيار، بسبب أن الصيف يرتفع زيادة في الأسواق، يوصل على 4 ريال أحياناً، يوصل على 5 ريال، فطبعا الانسان ما يدور الا الاكثر. وفي الشتاء احنا نزرع الفلفل ونزرع الضمنجان ونزرع طماط، لان الخيار ينزل سعره. تتنوع المحاصيل الزراعيه التي تزرع في مثل هذه البيوت المحميه، حيث استطاع المزارع حمدون البوصافي من تمويل المحلات التجاريه بالسوق المحليه هنا في الولايه من محصول الخيار. أحمد بن محمد المعمري من ولاية ديما والطائيين محافظة شمال الشرقية. وأحبتنا الكرام، نعود إليكم للمحطة الثانية وحديث عن الأسبوع العالمي للفضاء من 4 وحتى 10 من أكتوبر، والسلطنة تشارك دول العالم الاحتفال أيضا بهذا اليوم من خلال الجمعية الفلكية العمانية. هناك مجموعة من الفعاليات، مجموعة أيضا من الأنشطة التي أقيمت وستقام خلال هذا الأسبوع احتفالا بالأسبوع العالمي للفضاء. كل التفاصيل بإذن الله مع ضيفنا المهندس ماجد بن عامر الخروصي، مدير عام تخطيط الشبكات والتقنيات بالشركة العمانية للنطاق العريض، عضو الجمعية الفلكية العمانية. مساء الخير المهندس ماجد. مساء النور، حياكم الله وشكرا على الاستضافة. الله يخليك، واجبنا أيضا تغطية كل ما يحدث في عمان من جمال وجماليات. حدثنا في البداية، نود أن نعرف المشاهد بأسبوع الفضاء العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم. دأبت الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1999 على إقامة احتفالية لإسهامات الإنسان في الفضاء الخارجي، وسميت هذه الاحتفالية بأسبوع الفضاء العالمي، فقد دشنت في عام 1999، وتشارك في هذه الاحتفالية الكثير من دول العالم. فمثلا على سبيل المثال أنه سنة في ما يقرب من 73 دولة حول العالم تشارك في هذه الفعالية في الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر. وطبعا من 4 إلى 10 أكتوبر اختير لسبب، هذه التواريخ الاثنين اختيرا لسبب. في 4 أكتوبر عام 1957 أطلق أول صاروخ للفضاء الخارجي يحمل قمر صناعي، وكان اسمه سبونتك 1. فهذا كان أول صاروخ
يطلق لاستكشاف الفضاء الخارجي. وكذلك في تاريخ 14 أكتوبر عام 1967 دخلت اتفاقية تنفيذ بنود الفضاء إلى حيز التنفيذ على الدول الموقعة لها، وذلك لاستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية واستكشاف أغوار الفضاء وكذلك استكشاف القمر، وكل هذا طبعا لخدمة الإنسان في الأخير. جميل، يعني ما شاء الله أهمية هذا اليوم ربما تتلخص أيضا في تثقيف الناس بالفضاء، خاصة ربما عندنا قلة بالإيمان. صحيح، طبعا الكثير الكثير من 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 المجتمعات لا زالت ليست على دراية كافية بعلم الفضاء وعلم الفلك، وهناك دول كثيرة تشارك في هذه الفعاليات، وذلك لتثقيف المجتمع بشكل عام وتثقيف الناس في هذه الفعاليات. بالنسبة لعمان، ما دور الجمعية الفلكية العمانية في الاحتفال بهذا الأسبوع؟ طبعا خلال الفترة إذا جينا للجمعية الفلكية العمانية بشكل عام، الجمعية الفلكية العمانية بدأ التفكير في تأسيسها في عام 2004، ومن ثم أخذت الإجراءات تأسيس وإجراءات سن القوانين للجمعية فيما يقرب من 4 سنوات، وتم إشهار الجمعية في عام 2008 بقرار من وزارة التنمية الاجتماعية. الجمعية طبعا تهدف إلى جمع المهتمين بالفضاء ومهتمين بالفلك في السلطنة من خلال إلقاء المحاضرات والندوات، وكذلك اللقاءات التعريفية بدور الجمعية، وكذلك من خلال الرصدات التي تقوم بها لرصد الأفلاك والأجرام السماوية، وكذلك من خلال مشاركة الجمعية في الكثير من الفعاليات داخل السلطنة وخارج السلطنة. صحيح. فهدفها ودورها كبير جدا في تجميع الناس المهتمين بعلم الفضاء وعلم الفلك تحت مظلة واحدة. وطبعا الجمعية لها موقعها على الشبكة العالمية للمعلومات، فممكن الأخوة المهتمين بالفلك والفضاء المشاركة في هذا المنتدى، وكذلك تجاربهم في هذا المجال ممكن يتناقشوا فيها مع الأخوة الموجودين أساسا في الجمعية الفلكية العمانية. جميل، يعني مهندس ماجد، الأسبوع دائما سنويا يأتي بشعار معين يحاكي ربما المستجدات في العالم، هذا العام طبعا كل دابة الجمعية أو الجمعية العمومية للأمم المتحدة باختيار اسم لكل أسبوع في كل عام، فمثلا هم يريدوا يوصلوا رسالة معينة من خلال هذا المسمى، فممكن شعار هذا العام هو الاستشعار عن بعد تمكين مستقبلنا. وإيش يعني الاستشعار عن بعد؟ طبعا الاستشعار عن بعد له تعريف معين، وهو تعريفه جدا بسيط، إنك استخلاص المعلومات من الأرض عن طريق المستشعرات والأقمار الصناعية الموجودة في الفضاء الخارجي، فالحصول على المعلومات عن مسطحات مائية، عن طبوغرافيا المناطق، عن الكنتورات، عن كل المعلومات الموجودة على الأرض من خلال المستشعرات والأقمار الصناعية الموجودة، وذلك لتحسين المعيشة للإنسان. جميل، يعني كلها في خدمة الإنسان، في خدمة بالضبط. الإنسانية على وجه الأرض. صحيح. حدثنا أيضا عن أبرز الفعاليات قمتم بها واستقومون بإذن الله خلال هذا الأسبوع. طبعا بدأت أول ما عرفنا أنه شعار هذه السنة راح يكون الاستشعار عن بعد لتمكين المستقبل، اجتمع فريق في الجمعية من المهتمين بهذا الكلام لوضع خطة عمل لهذا الأسبوع. نعم. فكانت أول فعاليات في حديقة القرم الطبيعية أمس، وكان هذه الفعالية شملت على تعريف عن أسبوع الفضاء العالمي للناس للجمهور الزائر للحديقة، وكذلك تعريف عن الجمعية، وكذلك كانت تلسكوبات موجودة لرصد بعض الأجرام السماوية مثل القمر والمشتري والمريخ. جميل. أمس وكذلك كان في بعض المسابقات والفعاليات للأطفال في كيفية تجميع الأقمار الصناعية، تركيب الأقمار الصناعية. نعم. تلوين على مستوياتهم إلى المستوى الثالث، من المستوى الثالث إلى السادس، ومن السادس إلى التاسع، ومن التاسع إلى الثاني عشر. طبعا الثاني عشر كان شوية في نوع من الصعوبة في حل المسائل الرياضية للأقمار الصناعية. نعم جميل. نعم. يعني الفعاليات هذه طبعا أمس كانت فعالية طبعًا. أمس بالنسبة لفعالية اليوم وبكرة كان في زيارات إلى مقر الجمعية من قبل المدارس الخاصة والمدارس الأهلية لتعريف الطلبة وتثقيفهم عن الفضاء والفلك الخارجي. جميل. ويوم السبت في ملتقى للمهتمين بهذا الجانب في علم الفلك وعلم الفضاء في القاعة العامة في شركة تنمية نفط عمان، وكذلك يوم الأحد في فعالية في إحدى الكليات الخاصة في السلطنة، ومن ثم الاختتام إن شاء الله يوم الأثنين بإلقاء محاضرات ربما تكون في أحد القاعات العامة، وراح يعلن عن هذه المحاضرات وين بتكون إن شاء الله ومن المحاضرين فيها. يعني أسبوع زاخر بالكثير من الفعاليات. بالكثير، وجزاهم الله خير. نشكر جهود الشباب القائمين على هذا العمل، وعلى رأسهم طبعا دكتور صالح الشيداني رئيس الجمعية الفلكية العمانية.
نعم طبعا هناك مؤسسات، هناك جهات تهتم مثل هذه الفعاليات، يعني حدثنا نريد نقول ما هو دور اللي هي الشركة العمانية للنطاق العريض في هذه الفعاليات. طبعا الشركة العمانية للنطاق العريض هي شركة داعمة لكل الجهود التي تقوم بها المؤسسات الأهلية في السلطنة. نعم. ودور شركة يتمحور رئيسي، دور شركة الرئيسي يتمحور في نشر شبكات الألياف البصرية في السلطنة لخدمة النطاق العريض اللي هي الانترنت عالية السرعة. نعم. وذلك لتمكين المجتمع وتمكين المواطنين والمقيمين من الولوج إلى شبكات الانترنت عالية السرعة لجلب المعرفة. ودورها الثاني اللي يهتم في الأقمار الصناعية اللي هو نشر شبكات النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية في المناطق الريفية والبعيدة، وهذا دور محوري الشركة جالسة تعمل لخطط إن شاء الله خلال الفترة القادمة. فمرتبط دور الفضاء ودور الأقمار الصناعية بالشركة، فالشركة عادة تدعم هذه الجهود سواء دعم فني من قبل المختصين الموجودين في الشركة والخبرات الموجودة في الشركة، أو الدعم الآخر سواء كان دعم مادي حسب القوانين المنصوص عليها في القانون العام لدعم المؤسسات والهيئات بشكل عام. جميل. مهندس ماجد، أيضا ذكرت بأنه أمس كان انطلاق هذه الفعاليات من خلال حديقة القرم الطبيعي، إذن ماذا تم اختيار حديقة القرم الطبيعية بالذات، وكيف كان التجاوب يعني والتفاعل معكم في حضور هذه الفعالية والاستفادة منها؟ طبعا تم اختيار حديقة القرم الطبيعية لأنه أساسا الهدف من أسبوع الفضاء العالم تثقيف الناس. نعم. فعادة تثقيف الناس يكون في الأماكن العامة بشكل عام. ما قمنا بالإعلان حقيقة عن الفعالية هذه خلال أمس لأنه توقعنا أكيد زوار الحديقة كثيرين، فللاحظنا أنه خلال أمس من الساعة 5 إلى الساعة 9 تقريبا أكثر من 300 شخص زاروا المكان للتعريف بأسبوع الفضاء العالم وللتعرف كذلك عن أنشطة الجمعية والأنشطة أساسا المقامة خلال الفعالية أمس. نعم، بالتأكيد هذه الفعاليات أو هذه الأماكن ملاذ للمهتمين بعلم الفلك وعلم الفضاء. أنا أشكرك جدا مهندس ماجد بن عامر الخروصي، مدير عام تخطيط الشبكات والتقنيات بالشركة العمانية للنطاق العريض، عضو الجمعية الفلكية العمانية. شكرا على الشكر موصول لكم، وأنا من هذا المنبر أدعو المهتمين بعلم الفضاء وعلم الفلك للمشاركة في الجمعية الفلكية العمانية، وذلك لإثراء الجمعية الفلكية وكذلك مشاركة آرائهم وأفكارهم في مع المهتمين والمختصين بعلم الفلك. شكرا جزيلا. الله يخليك. إذا نداء لكل المهتمين بعلم الفلك في الانضمام أيضا للجمعية الفلكية العمانية، فعاليات كثيرة تسهم أيضا في إثراء المجتمع في جانب الفضاء والفلك. بعد الفاصل نستمر معكم في باقي المحطات مشاهدينا، فتابعونا. السلطنة. وقبل ذلك إرادة الإنسان الشامخة وتطلعاته لغد أفضل، وفي المقابل تبرز التحديات الماثلة أمامنا. إنها تحديات نعرفها جميعا، نتشارك الحديث عنها باستمرار، فكيف ننتقل من مجرد النقاش والتوافق إلى التنفيذ؟ وكيف نحول الأفكار المبتكرة إلى مشروعات ذات أثر ملموس؟ البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي تنفيذ.
أحبتنا بعد أيام سنحتفي بإذن الله بيوم المرأة العمانية 17 أكتوبر، ولكن الواقع يقول أن المرأة العمانية حاضرة وبقوة في كافة المجالات وأيضا متميزة داخل وخارج الوطن، ونحن نحتفي بها كل يوم بإذن الله. الآن سنستعرض لكم نموذج لامرأة ناجحة أيضا قيادية رائعة من خلال اتصال هاتفي مع الدكتورة أمينة بنت عبيد الحجرية، المديرة العامة المساعدة في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكوف في المغرب. دكتورة أمينة، نبارك لك تجديد الفترة القادمة لتعيينك المديرة العامة المساعدة في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ومساء الخير أيضا. مساء الأنوار، مرحبا أخت بيان. الحمد لله على هذا الإنجاز الذي تحقق للسلطنة بالأمس. الحمد لله. نبارك لك إعادة ترشيحك، ونقول لك أيضا ماذا يعني لك إعادة ترشيحك لهذا المنصب. هو الحمد لله حيث اعتمد المجلس التنفيذي في دورته 37 بالأمس لمنظمة الإسيسكو تجديد التعيين لمرشح سلطنة عمان للفترة الثانية ولمدة 3 سنوات. ولكن حقيقة بيان المثلج للصدر ليس تجديد الانتخاب فقط، ولكن الذي حدث وهو الإجماع الدولي على تأكيد وتأييد الدول الأعضاء، حيث أكدت الدول الأعضاء جميعها سواء في المنطقة الأفريقية أو الأسيوية أو العربية على دعم السلطنة ممثلة بإعادة هذا الانتخاب. هذه اللحمة وهذا الإجماع الدولي كان فعلا تعبيرا صادقا وتقديرا لهذه الدول، واعتراف بدور السلطنة الإيجابي والمؤثر في كافة المناحي والقضايا الدولية، وهو خير دليل على العلاقات الأخوية المبنية على الثقة بين السلطنة وبين أشقائها في جميع أنحاء العالم الإسلامي، ولله الحمد. الحمد لله، والسلطنة دائما خير وسيط وملاذ للأمن والأمان. احنا أيضا نقتنص الفرصة ونسألك عن أبرز الجهود التي قدمت أيضا أثناء توليك للمنصب، جهود كونك أيضا تمثلين السلطنة في هذا المنصب. هو بهذا المنصب، منصب المدير العام المساعد لمنظمة إسلامية عريقة تعمل في مجال التربية والعلوم والثقافة، كان هو الهم أو الهدف الاستراتيجي الأكبر هو توطيد الأواصر والتعاون والتكاتف والتضامن بين جميع دول العالم الإسلامي، ونحن اليوم في أحوج إلى مثل هذا التعاون والتكاتف وتقوية الأواصر، وخاصة في هذه الفترة الراهنة والأزمات العصيبة التي تمر بها دول العالم الإسلامي. فدور المنظمة مهم جدا في هذا الاتجاه، وبما أن سلطنة عمان هي نسيج لا يختلف عن جميع دول العالم الإسلامي، نسيج متكامل، فأدوارنا أيضا نؤكد عليها في أنشطتنا التي نعمل في سلطنة عمان في التربوي في الناحية التربوية والعلمية والثقافية، ومتواجدين بكثرة في سلطنة عمان، ولله الحمد. نشكرك جدا على وقتك دكتورة أمينة بنت عبيد الحجرية، المديرة العامة المساعدة في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو في المغرب، ونفخر دائما بكل امرأة عمانية تعطي هذا الوطن بلا كلل ولا ملل. شكرا لك، والشكر أيضا موصول لكم أحبتنا على المتابعة. كونوا معنا بعد الفاصل في محطات أخرى أشد جمالا. تبذل الحكومة كل ما يمكنها لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك مهم وفعال وإيجابي لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لخطط وبرامج التنمية الوطنية، باعتباره قطاع المستقبل الواعد الذي ينقل الاقتصاد العماني من مرحلة إلى أخرى أكثر تقدماً. وتشهد السلطنة نمواً مستمراً للقطاع الصناعي والتجاري، خاصة مع انتشار المناطق الصناعية في مختلف محافظات السلطنة والاهتمام بالموارد المعدنية،
إذ تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي الذي اقترب من تحقيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020. وتقوم الحكومة بتقديم الدعم الفني والمالي واللوجستي والتوعوي للمشاريع الناشئة، حيث يعتبر قطاعي التجارة والصناعة وعاءين هامين لتوظيف وتنمية العمالة الوطنية الماهرة من خلال توفير العديد من فرص العمل للطاقات البشرية العمانية. وصلنا لكم مشاهدينا في الفقرة القانونية، فقرة أسبوعية نستعرض فيها مواضيع متعلقة أيضا بالقوانين. سنتحدث بإذن الله اليوم عن قانون العمل ودوره في تنظيم العلاقة ما بين صاحب العمل وأيضا العامل، ودور أيضا هذا القانون في حفظ حقوقه والتأكيد على واجباته، من خلال وجود ضيفنا الأستاذ محمد بن أحمد الشحري، محام ومستشار قانوني. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور، أهلا وسهلا بك. بإذن الله حديث متكامل عن هذا القانون. في البداية دائما يعني يجب على العامل وصاحب العمل أن يكون على دراية بقانون العمل. حدثنا في البداية عن قانون العمل وأهمية أيضا معرفة هذا القانون بشكل تام، سواء كان من صاحب العمل وأيضا العامل. وطبعا إذا كل واحد عرف حدوده وعرف إيش الواجبات اللي ملقى عليه وعرف إيش الالتزامات اللي واجب عليه وإيش الحقوق اللي له، نحن الحمد لله نكون بخير وبعافية. صحيح. المشكلة دائما تطرأ لما أحد الأطراف يطلب شيء ما من حقه أنه يطلبه، أو يدفع أو يطلب من شخص آخر أن يقوم بشيء ما مفروض أنه يطلبه، أو يطالب بشيء له أكثر من حقه. نعم. تظهر المشكلة. فيما يخص علاقة العمل، نحن عندنا طرفين اللي هو العامل ورب العمل. نعم. رب العمل بالطبيعة طبيعة عمله وطبيعة نشاطه أنه حتما يريد يحصل على أقصى خدمة أو على أقصى جهد من العامل بأقل التكلفة. ولو عكسناها ورجعنا إلى العامل لوجدنا يريد أعلى صحيح. تكلفة وبأقل الجهد. فمعناته نحن عندنا علاقتين متعارضتين. نعم. إذا تركناها للسوق في احتمال كبير أنه الأقوى أو اللي صاحب العلاقة القوية يسيطر على الضعيف وينهيه. هنا راح يكون صاحب العمل بكل تأكيد، مش بالضرورة. نعم. مش بالضرورة، مش دائما، مش نعم. دائما. فيتدخل المشرع عشان ينظم هذه الحالة، عشان يضمن في النهاية سوق العمل أنه يمشي بطريقة صحيحة وسلسة وسليمة اللي تحقق مصلحة الطرفين أولا، وفي نفس اللحظة تحقق مصلحة المجتمع اللي هي أهم من مصلحة الطرفين. نعم. يعني ما أهمية تنظيم هذه العلاقة صاحب العمل والعامل؟ طبعا الأهمية أنه صاحب العمل مثلا أو رب العمل يكون عارف إيش هي الحقوق اللي على العامل. نعم. اللي على لازم يؤديها العامل، إيش اللي هي واجبات بالنسبة للعامل، لكن هي حقوق لصاحب العمل. نعم. لازم يعرفها ويعرف أنه ما يطلب أكثر منها، لأنه لو طلب أكثر منها بيعتبر خالف القانون. وفي نفس اللحظة لازم يعرف العامل إيش هي حقوقه عند رب العمل، بحيث أنه ما يطلب أكثر منها، لو طلب أكثر منها بيعتبر خالف القانون. بالطريقة هذه إذا كل واحد فيهم عرف إيش هي واجباته بالقانون وإيش هي الحقوق اللي عليه بالقانون، صحيح، بإذن الله بنوصل إلى علاقة سليمة اللي يستفيدوا منها الاثنين. صحيح. وهذا هو المطلوب، أنه الاثنين يستفيدوا. هنا يجب أيضا على العامل أن يعرف هذا القانون، وتأكيد مثل ما ذكرت صاحب العمل تكون طبعا. العلاقة أيضا متوازنة ما بين الطرفين. نعم. أستاذ محمد، في الباب الرابع من قانون العمل العماني المادة رقم 51 من الفصل الأول الأجور والإجازات وساعة العمل، تشير إلى أن العاملين بالقطعة من حقهم الحصول على أجر في الأسبوع إذا كان امتد هذا العمل أكثر من أسبوعين. يعني نقول بأنه هذا الشيء متعارف عليه أو أنه يجب أن يكون في العقد المبرم؟ هو المفروض يكون موجود في العقد ويحدده. نعم. ولو أنه هنا في القانون حتى لو ما ذكروا الطرفين في العقد متعارف أصبح عليه. هذا نص موجود وملزم للطرفين. نعم. هذه المادة بالذات نظمت نشاط معين، واللي هو نشاط لما يكون العامل يتعاقد بالقطعة. يعني الناس اعتادت أنه العامل لما يشتغل مع شركة أو مؤسسة يكون نعم. في عقد عمل اللي هو مدة شهر أو سنة أو أقل أو أكثر، وما تنتبه لهذا النوع من التعاقد اللي هو تعاقد بالقطعة. نعم. مثلا يتعاقد رب عمل مع عامل أنه ينتج شيء معين،
100 قطعة من هذا الشيء على أن ينتجها في مقابل 100 ريال مثلا. فإذا هذا الإنتاج لل100 قطعة هذه مقابل ال100 ريال استمر لأكثر من أسبوعين، في هذه الحالة المفروض رب العمل يدفع مبلغ معين يعادل ما يتناسب مع الجهد، بمعنى خلال الأسبوع كم قطعة خلص، فلنقل أنه خلص 10 قطع، فمفروض أنه يستلم العامل في هذه الحالة 10 ريالات أسبوعيا، لأنه هذا العمل بيأخذ أكثر من أسبوعين. لكن لو ما بيأخذ أكثر من أسبوعين يستطيع رب العمل أن يقول لا، الدفعة راح تكون على نهاية العمل لما ينتهي. نعم جميل أستاذ محمد. أيضا نأتي لموضوع الإجازات المستحقة. لابد أيضا العامل تكون هناك إجازات طوال العام، يعني كم عدد هذه الإجازات؟ وفي حال أيضا إذا رفض صاحب العمل أن يعطي هذا العامل الإجازة، يعني ما هي الإجراءات المتبعة في ذلك؟ الإجازات في قانون العمل بصراحة متنوعة. نعم. تعتمد ربما على نوعية العمل. نعم. معينة، معايير مختلفة. لا ما تفرق حقيقة إيش نوع العمل، مع باستثناء بعض الأعمال الخاصة اللي هي إجازات أكثر. لكن قانون العمل الميزة فيه إنه بالفعل راعى الجانب الإنساني للعامل. لأنه زي ما قلنا مرة ثانية، لو تركناها لرب العمل يمكن ما ينتبه، لأنه يفضل إنه يكون العامل موجود عنده طول الوقت. فالعامل في قانون العمل له إجازات متعددة وكثيرة. نبدأ بأكبرها وأهمها اللي هي الإجازة السنوية، هذه 30 يوم يستحقها العامل كل سنة. لكن ما يقدر يأخذها إلا إذا كمل أول 6 شهور عند رب العمل، يعني لازم على الأقل يخدم 6 شهور عشان يطالب بإجازته السنوية، ما يستطيع يطالبها على طول. غير الإجازة السنوية قد يكون واجه ظروف بعد ما استنفد إجازته السنوية، فالقانون حدد له أنه له 6 أيام إجازة اضطرارية في السنة، هذه إضافة إلى 30 يوم اللي يأخذها. غير الإجازة الاضطرارية لا قدر الله إذا مرض أو خلافه، في عنده الإجازة المرضية في قانون العمل. الإجازة المرضية أقصى ما ممكن أن تكون هي 10 أسابيع. نعم. فبيأخذ أول أسبوعين براتبه كامل، ثاني أسبوعين بيأخذها 75% من الراتب، ثالث أسبوعين بيأخذها 50% من الراتب، أول أسبوعين وبعدين ثالث ورابع أسبوعين 75%، وبعدين خامس وسادس أسبوعين 50%، وبعدين السادس الأسبوع السابع إلى العاشر كل هذه بتكون 25% من الراتب. نعم يعني طبعا. بعد 10 أسابيع هذه يحق لرب العمل أن ينهي العلاقة على أساس أنه هذا الرجل مريض ولا يستطيع أن يواصل. نعم جميل. حدثنا أيضا يعني اليوم في ظل الأوضاع الراهنة هناك شركات قللت حجم الإنفاق من خلال ربما تقليل عمالة وتسريح البعض، يعني في حال تعرض العامل للفصل التعسفي ما هي الإجراءات التي يجب أن يتبعها في هذه الحالة؟ نحن ندخل في هذا الواجب، ما عندنا مشكلة، بس نحن ما خلصنا الإجازات إذا حابين نزيد عليها. مشكلة أنا عارفة أن الموضوع جدا عميق، يعني طبعا. قانون العمل ما نستطيع نختزله بلقاء واحد، نحتاج أيضا لحلقات قادمة طبعا. تحدث ربما نعود لإجازات ثم نأتي لموضوع الفصل التعسفي. تفضل. اللي يحدث بعض الأحيان أنه نحن أصلا إيش اللي المجتمع كمجتمع إيش يريد من تنظيم العلاقة بين رب العمل والعامل. نحن في النهاية نريد الشركات تستمر، فيحدث بعض الأحيان أنه الشركة تواجه مشكلة مالية أو ضائقة مالية أو اقتصادية، اللي بسبب هذه الضائقة لا تستطيع أن تحافظ على العمالة اللي أو العمال اللي موجودين بالكامل عندها. فيصير الحل الاقتصادي عشان تستمر الشركة أنها تقلل العمال، فلنفرض أنه في شركة موظفة 50 عامل، لكنها لا تستطيع أن تبقيهم ولا تستطيع أن تستمر في نشاطها الاقتصادي إلا إذا نزل هذا العدد إلى 30. فمعناته في 20 عامل لازم يفقدوا وظيفتهم. المجتمع الآن من مصلحته أن تستمر الشركة ب30 ولا تستمر بال50 إلى أن تفلس. صحيح. فقد تضطر الشركة أنها تنهي عقود 20 بس عشان تبقى. لكن هذا الإنهاء ما هو إنهاء اختياري وجزافي. رب العمل اللي يريد ينهي عقد العمل لأسباب اقتصادية لازم يثبت وجود الأسباب الاقتصادية. نعم. من خلال التقارير المالية، من خلال الكشوفات الحسابية، إجراءات قانونية لازم يتخذها عشان يثبت أنه عنده حالة اقتصادية تقتضي إنهاء هذه العقود. يعني هنا ممكن نقول بأنه صاحب العمل أو الشركة الخاصة تستطيع أن توقف عقد موظف ما؟ أو موظفين نقول وفق متطلبات سوق العمل وأيضا الوضع الراهن، من الممكن؟ نعم، لأسباب اقتصادية. نعم. وجيهة قوية.
لكن بعض الأحيان اللي يحدث أنه بعض الشركات تنهي عقد عمل أحد الموظفين لأسباب اقتصادية، تدعي الأسباب الاقتصادية فقط، لتوظف آخر على ذات الوظيفة أو وظيفة مشابهة بعد شهرين أو ثلاثة. هذا للأسف لا يمكن اعتباره سبب اقتصادي. أستاذ محمد، لكن يجب أن يكون هناك إشعار مسبق. طبعا. وكم الفترة الزمنية يجب إشعار الموظف بأنه تم توقيف هذا العقد مثلا؟ يعتمد على نوع العقد. نعم. فالعقد غير محدد المدة، على الأقل 30 يوم. نعم. على الأقل. ولكن في حال لم يتلقى الموظف أي إشعار تم توقيفه، يعني فجأة هنا يضطر بأنه يتخذ إجراءات قانونية في ذلك؟ القانون تدخل وحدد أنه إذا الطرف اللي يخل بفترة الإنذار يتحمل قيمة الأجر الشامل للفترة الإنذار. فلو طلب من موظف مثلا يغادر بعد يوم أو بعد يومين، رب العمل يصير ملزم بأنه يدفع قيمة فترة الإنذار كاملة. إذا حدث أنه رب العمل ما دفع والموظف وجد نفسه حقه مسلوب منه وما قادر يستوفيه من رب العمل مباشرة، الإجراء اللي عليه أن يتخذه أنه يلجأ إلى على طول إلى أقرب مكتب لدائرة الرعاية للرعاية العمالية، ويسجل ما نسميه نحن بالشكوى العمالية. ومن هناك تبدأ الدورة القانونية للشكوى. يعني الرعاية العمالية رح تستدعي رب العمل وتحاول قدر الإمكان توفق بين الاثنين. فإذا نجحت في التوفيق وسوت صلح، الصلح هذا يصير يعني واجب التنفيذ من الطرفين. إذا لأي سبب الصلح ما تنفذ أو ما قدرت أنها توفق بين الإرادتين، بين إرادة العامل ورب العمل، فالقضية تحال إلى المحكمة للفصل فيها. نعم. ربما توافقنا الرأي أستاذ محمد بأن المشكلات اللي حاصلة هي سببها عدم الإيمان بقانون العمل، سواء كان من الطرف صاحب العمل أو العامل نفسه، يعني ما داري بأهمية هذا القانون ببنوده، لذلك يقع في مشكلات تباعا بعدها. مش عدم إيمان، هم مؤمنين بقانون العمل ويريدوا تطبيقه، لكن للأسف عدم معرفته، الجهل به. الجهل هنا بقانون العمل هو السبب الرئيسي لأغلبية المشاكل اللي نراها. صحيح، ومن القوانين المهمة اللي أيضا لا يمكن أن نختزلها في لقاء واحد مثل ما أسفلت. إن شاء الله راح تكون لنا وقفات قادمة في حلقة من عمان لتوضيح أيضا إضاءات أخرى نضيء فيها قانون العمل. شكرا لك محمد بن أحمد الشحري، محام ومستشار قانوني، على وجودك معنا، سعدنا بك في الفقرة القانونية. شكرا لك. الله يخليك. ومشاهدينا الأحبة، بعد الفاصل لقاء مع أحد الرموز المبدعة في مجال الإخراج في الخليج. هو دائما ما اتبع للتجديد والتغيير وعدم الاعتماد على النمط التقليدي، وهو يعرب بو رحمة. نتابع أيضا مقتطفات من إخراجه لأفلام سابقة، وبعدها لنا عودة لحديث متكامل، فتابعونا. كلنا نعيش تحت السماء ذاتها، لكننا لا نملك جميعاً ذات الأفق. اشتغلت مع أيمن الخضر في أكثر من عمل وثائقي بالسابق. تم تخطى بناءً على 8 مناطق رئيسية ودي أزورها، وعندي حيوانات نادرة بخاطري أشوفها وأتعرف عليها بنفسي. فيج وايد كان وعر. فوق المياه الجوفية العظمى اللي فوق صار. الفتحة بالمغارة هذه مدقس قرية. يجب أن تتخطى آمال المرء قبضة يديه. دفاع عن النفس، الرأس معه. في نوعين من الليموريات احنا ندورهم ومهمين، يستخدمون فيها السعف مال جوز الهند، أوراق جوز الهند، ويحكونا لين يبنون فيها البيوت. وانا ما يقارب تقريبا 30 كيلو قطعت، فوق نقول 24 كيلو. حطيت موز شلت فيني، مو راضي شلت فيني من اليوم ما اروح. انطلق الفريق للبحث عن الحوت الاحدب في المحيط. بدأ يشتد شوي حول مصعد رايت.
السلام عليكم مشاهدينا من جديد. وصلنا للمحطة الأخيرة وحوار ماتع بإذن الله مع المخرج الكويتي يعرب رحمة، أحد الرموز المبدعة في مجالات الإخراج. مثل ما ذكرت في مقدمة هذا اللقاء بأنه هو مخرج لم يعتمد على الأنماط التقليدية، وإنما استجد وربما من المدرسة الأمريكية، سواء كان يعني من خلال دراسته أيضا هناك الإخراج. أنا أرحب جدا بك الأستاذ يعرب رحمة، مخرج وكاتب كويتي، أهلا بك في عمان وأيضا زيارة ماتعة بإذن الله في سلطنتنا. شكرا ومسي عليكم بالخير. وأبي أعرب بالبداية عن متعتي واستمتاعي في التعرف على الدولة الجميلة. نعم. والشعب الكريم، تعرفت فيها بالأربعة أيام الماضية على أشخاص جدا طيبين ومثقفين وراقين جدا. نعم. حصل لي الشرف أني أتعرف على مجموعة من دار الأوبرا، وحصل لي أني أتعرف على معالي وزير الإعلام، وأيضا الأخ حسن مير الفنان الكبير مع مجموعة من الفنانين الصغار اللي كانوا شعلة من النشاط. كان جميع، حتى تعرفت على أشخاص وجروب جميل جدا في عمان من الشباب مبدعين من شركة اسمها عكاسة، عكاسة شركة رائدة أيضا في مجال عمل الشباب، جميلين شباب. والأخ اللي تعرفت عليه ود الكندي، فيعني أنا شفت انبهرت صراحة في المجاميع والإبداعات اللي موجودة في هذه الدولة. احنا ايضا سعيدين جدا بوجودك في برنامج من عمان تحديدا، يعني ما شاء الله مسيرتك حافلة بالكثير من الإبداعات في البرامج. عندنا برنامج مصانع النجاح اللي يعرض ايضا في قناة المجلس، حدثنا ايضا عن هذا العمل مصانع النجاح. والله مصانع نجاح عمل من فكرتي واخراجي، الانتاج صار السنة الماضية والحين يعرض على قناة المجلس. هم تقريبا 33 حلقة إلى الآن قاعدين يعرض البرنامج. البرنامج يؤرخ، أو خلينا نقول يسلط الضوء على شباب مبدعين يصنعون مستقبلهم بيدهم ويمتهنون أعمال مختلفة عن الأنماط التقليدية اللي احنا متعودين عليها. البرنامج بيسكلي كل اللي سويته بالبرنامج هو ان جمعت هالشباب اللي موجودين مني ومني ومني، والهدف منه ان لما الشخص يطالعه، الشباب الصغار يطالعون يلهمون انه يصير والله عندهم فكرة انه ممكن شغفهم هو اللي ممكن يحركهم في المستقبل، والفكرة حتى ممكن تتحول لواقع. صحيح، بالضبط. يعني هو واقع أساسا. صحيح. يعني هو واقع. جميل. ونقطة ضوء الواحد يطالعها ويلهم فيها. يعني متتبع لمسيرتك يجدك ما شاء الله في الجانب التلفزيوني، الجانب الإذاعي وأيضا الوثائقي. يعني هنا نقول بأنه لم تؤمن بتخصص الواحد في الإخراج، وإنما بالتنوع ولكن مع التميز. صحيح؟ صحيح. الإعلام بشكل عام شغف بالنسبة لي. أنا أحب الإخراج من يمكن عمري 12 سنة، وإحنا يعني بديت بكاميرا عادية وأنا صغير وأعمل أفلام للأهل والأصدقاء، إلى أن قمت أعمل أفلام للمدارس، وحتى بالجامعة في أمريكا كنت جزء من الإنتاج، فريق الإنتاج اللي يعمل أفلام التغطية بالجامعة، إلى أن 96 تخرجت وعملت في تلفزيون الكويت، وكانت يعني بدأت من ذاك الوقت المسيرة. واليوم عندي شركة لايت بوغ ميديا، وبالخمس سنين الأخيرة صار في عندنا إنتاج تلفزيوني وسينمائي. ولك عمل أيضا مميز في الكويت، برنامج ثقافي لوحات وطن، حدثنا عن هذا العمل، ذكرياته. يعني لوحات وطن برنامج عرض في تلفزيون الكويت. البرنامج هذا عرض في رمضان الماضي، يتكلم عن لحظات معينة يتذكرونها أشخاص عاشوا في زمن ما عشنا إحنا، وأثناء الذكريات هذه اللي يتكلمون عنها التراثية ترسم لوحة، واللوحة هذه يصير فيها تفاصيل تبين
لحظات لم ما شفناها احنا من قبل. طبعا يعني لما نتكلم عن التراث الكويتي بذاك الوقت مثلا ما كان في فوتوغرافس ولا رسمات ولا يعني في رسمات بس ما كان في فوتوغرافس، فمجرد ان احنا جبنا شيء من خيال المؤرخ الى الواقع ويرسم بلوحه، فكانت كل حلقه فيها لوحه، وكانوا قسمين، كانوا يمكن 15 يوم، كانوا الأول تكلم عن مراسم الزواج والتفاصيل مالت مراسم الزواج، والقسم الثاني كان يتكلم عن مظاهر العيد، فهي سلسلة إن شاء الله في المستقبل راح تكون إن شاء الله. أمور تانية. يعني حتى المتابع لأعمالك دائما يجد تفاصيل جميلة، تهتم بأدق التفاصيل. صحيح. يعني لو ذكرنا وقلنا بأن المخرج يعرف ماذا يهمه في العمل الإخراجي كنقاط سريعة. العمل الإخراجي أو الفن بشكل عام، نعم، يهمني أن يغير منظور واقع موجود، يهمني أن يكون ممتع بالنسبة لي وإحنا وأنا أشتغل في مع فريق العمل، ويهمني أن يكون يضيف شيء ما كان موجود بالماضي. يعني دائما نسعى إلى التغيير، دائما نسعى الى الجديد، خاصه الشباب اليوم متذوق جدا يعني للاخراج في ظل تواجد يمكن وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. اللي سهلت ايضا ظهور يعني انماط اخراجيه جديده. انا اعود للقطات اللي استعرضناها في البرنامج قبل اللقاء من ايمن الخضر في مدغشقر، فيلم. صح. يعني من اخراجه، حدثنا عن مغامرات هذا الفيلم، عن عادات الشعوب اللي ايضا عرضت في هذا الفيلم. اي هذا الفيلم بحقيقه ما كان من اخراجي، هو كان انتاجي. نعم. اخراج الأستاذ جاسم برحمة. نعم. الفيلم كان صور في مدغشقر. نعم. ويعني أنا قدت عملية الإنتاج بشكل عام وبشكل أخص السيناريو نفسه وكتابة السيناريو. أيمن جدا مغامر. نعم. وراح مدغشقر بروحه وقدر انه هو يحصل تصوير ويتصور مغامراته بشكل كبير. نعم. هذا جزء من الانتاجات اللي موجوده. الافلام الحاليه اللي موجوده او السنه الماضيه او السنتين الماضيين كان اكثر توجه الى السينما والسينما الخليجيه بشكل كبير. كان في فيلم اسمه كان رفيجي. نعم. الفيلم تأليفك تقريبا كتابتي. نعم. تأليفي كان من إخراج أحمد الخلف. إيه؟ وكان الممثلين الستارز اللي كانوا موجودين خالد البريتشي، فيصل العميري، فاطمة الصفي، عبد المحسن القفاص، مرام البلوشي. واليوم الحمد لله لقى استحسان كبير الفيلم كان رفيجي. واعتقد انه موجود فوق في مع المجموعه اللي قدمتها للمخرج. التريلر موجود، وبعد شهر ان شاء الله راح ينزل الفيلم الثاني. ان شاء الله راح نكشف تفاصيله يعني في الجزء الاخر ايضا من حلقتنا اليوم عن هذا الفيلم. ايضا احد اعمالك دار الاثار الاسلاميه. صحيح. خلينا نشوف يعني مقتطفات لدار الاثار الاسلاميه من اعمال الاستاذ ايضا يعرب ورحمه، ثم نعود لاكمال هذا الحوار، تابعونا. تبنى النبوءة مستكينة بالرضا. تلك المساحة الممتدة شرقا وبشمالنا نرفع ألواحنا أرواحنا. There stood once the magnificence of literature and poetry. فقد اخضرت أجنحتك سجنا عن ثلاثة تعلقوا بالذهب. Symbol of victory. أنتزع القلب وما يهوى قربانا وتقربا، فهل ترضى؟ O Poseidon, holder of all secrets. ارقصنا. And in her eyes, 1,000 questions hover. إن معرفة الأساطير هو المفتاح لمعرفة هذا العصر. نظرته أفروديت حبا على حب.
أرفع كفي. سلام. إذن شاهدنا أيضا عمل للمخرج المبدع الكويتي يعرب رحمة دار الآثار الإسلامية، وهو أيضا الفيلم الرسمي للمتحف في هذا الدور. احنا ايضا لاحظت يعني من خلال الفيلم اللي عرض هناك مدارس إخراجية متنوعة تحاول ايضا ان تقتبسها من خلال عملك. حدثنا عن هذا النمط يعني المستجد الجديد، لا نشاهد ابدا ملل هناك في طريقة الإخراج. والله انا يعني احنا لما نتكلم عنها بشكل علمي نقدر نقول ان هي انماط واختلافات واقتباسات، بس لما نروح لي انا يعني أنا ملول وما أحب أكرر نفسي، وأحب يعني عندي فضول للمدارس اللي مثل ما تفضلتي. ودي أن أعمل فيلم أشوف شلون دوكيومنتري للمتحف للتحف الصغيرة هذه، وشلون ممكن إحنا نسويها يعني فيها اكسايتمنت، نبي نسويها. وبنفس الوقت أبي فيلم مغامرة، وبنفس الوقت أبي أعمل. ذاك الوقت كنت انشهرت في فترة من فترات بالأغاني المصورة والفيديو كليبس، واليوم دخلنا في الدراما والتلفزيونية. السبب الرئيسي هو أن ما أحب أكرر نفسي. اثنين، دائما أشوف المكان اللي فيه خلينا أقول ركود، المجال الإعلامي اللي بمنطقتنا اللي فيه ركود، وأروح له وأحاول شوية نشطة نلعب شوية ونسوي لنا شيء interesting يعني. ويونس. وبعدين معظم الوقت يصير في نوع من الانفتاح للمجال هذا يعني. حتى في السينما لما احنا تكلمنا المرة اللي طافت، كان رفيجي بذاك الوقت كان الانتاج السينمائي بالكويت في عيد 2014، كان الانتاج السينمائي ما كان اكو ب 2014 بهاللحظه بالعيد، كانوا 25 مسرحيه، احنا كنا فيلم واحد. وايضا هناك جديد سينمائي معك راح يكون. شلون؟ فيلم جديد سينمائي راح يكون، حدثنا عن هذا الفيلم. الحين فيلم عتيج اسمه، ايضا مع المخرج احمد الخلف، انا اللي كاتب السيناريو، والممثلين الأخ خالد البريتشي، هيفاء عادل. إحنا هذه جت من فترة كانت غايبة عن الشاشة، واليوم تعود إن شاء الله عودة يعني حميدة معكم بإذن الله. الأخ الجميل صلاح الملة، عبد المحسن القفاص، نور غندور، ممثلة شابة نور غندور. ففي مجموعة أيضا جميلة من الكاست. فهالوقت في العيد بالكويت هالسنة صار في تنافس على 4 إلى 5 أفلام من بعد سنتين من فيلمنا الأولي، وبذلك احنا قررنا بعد ان ما نكون بالعيد، نكون في فترة شهر 11 ان شاء الله، يعني 5/11. وكان في اتفاقية مع شركة السينما إن شاء الله إنه يكون متواجد في سينمات الخليج أيضا. جميل. فإن شاء الله نشوفه هني في عمان إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله نريد نعرف الحبكة أو القصة أو الفكرة اللي راح يدور عليها الفيلم بإذن الله. نكشف تفاصيل يعني برنامج من عمان. أي فيلم عتيج يتكلم عن مظاهر العطاء الإنساني. جميل. وساعات يكون وقت العطاء الناس تعطي في وقت غريب، ساعات يكونون هم محتاجين اصلا ويعطون، يعني في هالفتره اللي يكونون هم في اشد الحاجه وفي احلك الظروف مالتهم، تلاقي انه يكون عندهم مظهر من مظاهر العطاء. فقدرنا ان احنا نجسد 3 قصص يمزجهم او يربطهم مصباح، يروح من اسره الى شخص ويروح الى اسره ثانيه، ونشوف القصص مالت هالاسر هذه برؤية المصباح نفسه. أنا حين أتخيل كذا اللقطات أشوف بأنه جميل جدا، ما بالك كذا شفنا الصور يعني تجسد لهذا الفكرة. الراوي الحمد لله بعد الراوي نفسه اللي هو المصباح راح يكون بصوت الأخ العزيز علي نجم اللي هو ما شاء الله صوت إعلامي وقوي وفخم بعد. وتكلم السيناريو أصلا يتكلم كان عن الحب والعطاء، فالمخرج لقى أنه
الأخ علي نجم. يعني يتناسب صحيح. مع بإحساسه بصوته قامت أيضا فكرة جميل علي دائما. حدثنا أيضا عن موضوع يعني جدا مهم وموضوع هناك نجد في الإخراج الشخص الهاوي للإخراج وأيضا الأكاديمي والدارس، هل تجد فرق في ذلك أو أنه يجب المخرج أن يكون أكاديمي يعني لا شهادة أو دارس لا معرفة في هذا الجانب؟ الدراسة مهمة بالفن عموما، أعتقد أن هذا شيء شامل للفن بشكل عام. الفن دائما يبحث للجديد ولكن لا قواعد، فحلو أن الواحد يدرس القواعد مو عشان يلتزم فيها، عشان يعرف شلون يكسرها. فالحلو أن أنا أعرف شنو اللي سوى قبلي، ولكن إيش رح أضيف؟ ما راح أقعد فيها في هالمكان هذا، لكن أنا أعرف القواعد هذه عشان أعرف شلون أكسرها، وبعدين من بعد ما أكسر القاعدة هذه شلون مرة ثانية أرجع لها. فلذلك هو يس دراسة مهمة، ولكن التجربة والاستمتاع بالشيء الجديد هم حلو. لأن إحنا معظم الوقت إحنا ندرس، اليوم إحنا ندرس شنو سووا المخرجين اللي سبقونا، شلون بدعوا أو أبدعوا، وشلون كسروا القاعدة اللي كانت قبلهم. فلذلك إحنا الدراسة دائما تصير من بعد ما المخرج يروح إلى درب جديد، ها يدرس عقبها ويسوي مدرسة. إيه، وأنت ما شاء الله طرقت أبواب كثيرة، يعني جدك في الأفلام السينمائية، أيضا في البرامج الثقافية، البرامج الترفيهية ربما، يعني خلط كبير. وين تجد نفسك اليوم؟ والله أجد نفسي اليوم في المجال الإعلامي بشكل عام، أجد نفسي في حب العمل أكبر وأكبر للفن، أجد نفسي في الاستشارات، وبنفس الوقت أن أنا أحاول قد ما أقدر أشارك غيري حتى من الشباب باللي تعلمته اللي طاف. يعني أنا أحاول أتعلم للحين، بنفس الوقت ما أحب إحنا كجروب بالكويت ولا مجموعة ما بيني وبين أحمد الخلف، اليوم عندنا مجموعة من الشباب للحين موجودين معنا، وفي شباب راحوا إلى مجاميع أخرى، ما بخلنا على أحد منهم في المعلومة نفسها، وفي متعة إن نشارك غيرنا فيها، لأن بالأخير أعتقد إن مجتمعنا إحنا بشكل عام الخليجي يعني الكويتي والخليجي محتاج إلى كم أكبر من الشباب اللي يمارسون الفن. صحيح، بالمشاركة والتكاتف والتعاون أيضا. صحيح. صحيح، حدثنا أيضا عن جانب جدا مهم في ذلك، يعني اليوم نجد أيضا في الساحة الشبابية يعني ما شاء الله هناك نماذج رائعة في الإخراج، كيف تجد هذه المحاولات ربما بسيطة في مواقع التواصل الاجتماعي؟ شنو سؤالك اللي بمواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني اليوم نشاهد مبادرات من الشباب في أعمال إخراجية يعني جديدة ربما، يعني بسيطة هي ولكن فيها أفكار، كيف تجدها اليوم في الساحة الشبابية يعني بشكل عام في الخليج بشكل عام؟ تعتبر من الجيل الرابع صحيح؟ الجيل الرابع؟ أي جيل الرابع تعتبر في المخرجين يعني؟ ما أدري والله، ما حسب ويكيبيديا يعني مصادر موثوقة. يمكن إنه أنت من جيل، لكن كيف تجد الأجيال الجديدة اليوم؟ والله يعني الشباب في مثل حنا أحب المثل الإمارات أو يعني الكلمة الإماراتية أو التعبير اللي يستخدمونه اللي يقولون الحي يحييك. الشباب دائما يحيون الشخص اللي قدامهم، الأفكار دائما عندهم جديدة، الحماس عندهم مختلف، واعتقد ان دائما لازم يكون في جسور تواصل ما بين الشاب وافكاره الجديده وما بين الناس اللي عندهم خبره شويه. التمازج ما بينهم هو اللي يثمر الى تلاقح الافكار هذه. نعم، احنا نشكرك جدا على وجودك معنا، سعدنا جدا بالحديث معك وايضا اضاءه بعض مقتطفات من مسيرتك الفنيه واعمالك القادمه. نبارك لك ايضا خوض هذه التجربه في عتيق باذن الله، قريبا راح نشاهد، نتمنى نشاهدها في عمان ان شاء الله. الاستاذ يعرب برحمه مخرج وكاتب، نشكرك على وجودك معنا. يسلمك، مشكورين على استضافتكم. الله يخليك، وانتم مشاهدينا شكرا لكم على المتابعه، على التفاعل، دائما انتم من تضيفون قيمه لكل ما يحدث في هذه المساحه المسائيه في منعمان. نلقاكم غدا في نفس الموعد، نستودعكم الله لا تضيع ودائعه، الى اللقاء.